هذه الوقفة الإعلامية المساندة لأسرانا البواسل والتي تهدف إلى إيصال صوت هذه وهذا الموقع الذي يتعرض لهجمة احتلالية شرسة من حملة اعتقالية تنفذها قوات الاحتلال بحق شبان هذه البلدة وأهالي هذه البلدة. لذلك في الفترة الأخيرة قام الإسرائيليون وخلال بالتحديد خلال الأشهر الأخيرة بشن حملة اعتقالات واسعة بحق المواطنين في بلدة دقوع. هذه الحملة التي طالت حاليا أكثر من 40 أسير من شبان هذه البلدة موجودين في سجون الاحتلال، أصبحت هناك غرامات مالية باهظة تدفع أو تفرضها قوات الاحتلال بحق شبان هذه البلدة ومواطنيها، وتشترط الإفراج عنهم مقابل دفع هذه الغرامات، مما يشير إلى سياسة عقاب جماعي شديدة تنتهجها قوات الاحتلال بحق المواطنين. مؤخرا جرى اعتقال 6 مواطنين من هذه البلدة، واشترط قوات الاحتلال للإفراج عنهم بمبالغ مالية من 3,000 إلى 7,000 شيكل حتى يتم الإفراج عنه. أيضا في سابقة خطيرة تم اعتقال أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، لا يتكلم ولا يسمع، وأثناء الاعتقال جرى التنكيل فيه بشكل وحشي واقتياده، وما زال موقوف في مركز توقيف عصيون. أيضا في سابقة خطيرة أخرى تم توزيع بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال، ومن ضمنهم امرأة تجاوزت من العمر 50 عام لأول مرة، وثاني مرة يتم تسليمها نفس البلاغ لمراجعة المخابرات. وبالتالي هذا يندرج أيضا في إطار سياسة الضغط وسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها أو تسعى من خلالها قوات الاحتلال إلى كسر إرادة هذه البلدة وإلى تركية شبان هذه البلدة وإلى الضغط على الأهالي من أجل وقف ما يدعيه الاحتلال بالخطر على المستوطنين على الشوارع الالتفافية. حضرت لتغطية وإيصال هذه الرسالة، ونترك الكلمة للأخ عبد الله إصغاري ممثلا عن نادي الأسير ليضع الإعلام ويضع الحضور في التفاصيل المتعلقة بالأسرى في هذه البلدة. لا شك أن هذه البلدة تعتبر بوابة بيت لحم الشرقية، وهي تقف سدا منيعا في مواجهة الاستيطان وفي مواجهة الاحتلال. نستطيع أن نقول أن هناك حرب شاملة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني على كافة المستويات، ولعل قضية الاعتقال هي الأبرز في الآونة الأخيرة في ظل الهجمة المتواصلة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال المداهمات الليلية، من خلال الحواجز العسكرية، من خلال المستعربين وما يقومون به من عمليات اعتقال في كافة محافظات الوطن. مدينة بيت لحم هي أيضا من المدن التي تتعرض بشكل يومي لعمليات اعتقال. نحن في نادي الأسير الفلسطيني وفي المؤسسات نقوم بشكل يومي بتوثيق كل عمليات الاعتقال من خلال الأهالي الذين يتواصلون معنا بشكل يومي لوضعنا في ما يتعرض له المواطنون. إجمالي عمليات الاعتقال في بيت لحم حاليا يتواجد ما يقارب 650 أسيرا فلسطينيا من مختلف مواقع محافظة بيت لحم. لا يكاد يمر يوم وليلة إلا ويسجل هناك عمليات اعتقال. دقوع هي حاليا من البلدات التي تتعرض إلى حملة اعتقال ممنهجة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. حسب الإحصائيات التي وثقت لدينا في نادي الأسير منذ بداية هذا العام، سجل لدينا ما يقارب 80 حالة اعتقال منذ بداية هذا العام. لا زال يقطع منهم في سجون الاحتلال ما يقارب 43 أسير من مختلف الأعمار. ما يواكب هذه الاعتقالات سواء بالاعتداء المباشر وتخريب المنازل والاعتداء على المواطنين وتسليم بلاغات، وكذلك استهداف الأطفال الفلسطينيين في هذه البلدة، ولكن الآونة الأخيرة شهدت عمليات اعتقال لشبان كبار تزيد أعمارهم عن 40 عاما في محاولة لكسر إرادة المواطنين الفلسطينيين التي لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة من نضال شعبنا من صموده أن تكسر هذه الإرادة. وبالتالي يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه العمليات الممنهجة والمركزة بشكل مباشر على بلدة دقوع
في محاولة لثني المواطنين الفلسطينيين عن الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم، عن أراضيهم، عن حقوقهم الطبيعية في هذه الأرض التي يسعى الاحتلال بشكل أو بآخر إلى عملية التهجير. القضية الأبرز في عمليات الاعتقال أننا قريبون مما يسمى بمجمع مستوطنات عطشيون. هذا المجمع الذي يتواجد فيه مركز توقيف هو من أسوأ مراكز التوقيف على مدار كل المراكز الموجودة في سواء داخل الاحتلال الإسرائيلي أو حتى في المواقع القريبة من المدن الفلسطينية. هذا المركز الذي طالبنا عدة مرات عبر المحامين بضرورة إغلاقه لأنه يفتقد لكل مقومات الحياة الإنسانية. هذا المركز يشرف عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو لا يندرج ضمن ما يسمى بسلطة إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي. يتعرض المعتقلون في هذا المركز إلى عمليات الاعتداء المباشرة بشكل يومي. هناك شهادات مشفوعة بالقسم لعدد كبير من الأسرى الأطفال تحديدا الذين يتم زجهم في هذا المركز ويتم الاعتداء عليهم ويتم تبصيمهم على واعترافات انتزاع اعترافات منهم بشكل من خلال التعذيب من خلال عمليات مختلفة. في هذه الوقفة التي نحتاجها اليوم في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها محافظة بيت لحم والوطن والقيادة وبلدة تقوع ليست بعيدة عن هذه الحالة في ظل ما يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء البلدة، فالاعتداءات كبيرة وكثيرة ومتعددة وهي فعلا تنتهج نمطا ممنهجا مدروسا يوميا لمواجهة صمود أبناء شعبنا. بلدة تقوع وكما ذكر أخي عبدالله صغاري تتعرض لكارثة اعتقالية منذ بداية العام، أكثر من 80 معتقل، وهي ليست بالحالة الجديدة، هي في كل عام منكوبة في هذا الجانب واعتقال أبنائنا وخصوصا من الطلبة والأطفال. تعاني بلدة تقوع أيضا من الاقتحامات والمداهمات الليلية والنهارية المستمرة وما يصاحبها من إزعاج للمواطنين واعتداء على الأملاك العامة والخاصة. يعاني مزارعنا من صعوبة الوصول إلى أرضه في شرقي البلدة في برية تقوع. يعاني أبناءنا الطلبة من الوصول إلى أماكن دراستهم في المدارس وخصوصا المدارس التي تقع على الطريق الرئيسي حيث الجيش المتواجد باستمرار هناك ونقاط التفتيش المستمرة. يعاني أبناء بلدتنا من الطريق الرئيسي الذي يسلكه المستوطنون والذي لا نستطيع العمل فيه بحجة أنه في المنطقة جيم. يعاني أبناءنا من كل جانب في هذه البلدة. يتوجونها اليوم لتصفية قضيتنا الفلسطينية فيما يسمى صفقة القرن في ورشة البحرين أو في مهزلة البحرين، وليس بغريب أن تكون في البحرين فالصغار دوما. هذه الشهداء والأسرى والجرحى ولجميع ممثلي المؤسسات والكوادر ولهؤلاء الأطفال الذين يحملون هذه اللافتات لمواجهة الدبابات الإسرائيلية والبطش الإسرائيلي والعنجهية الإسرائيلية، ونقول لهم أطفال فلسطين بسلميتهم وعفويتهم وبراءتهم هم الذين يتصدون لجحافلكم ودباباتكم، وهذه العنجهية الإسرائيلية لم تخدع شعبنا في الماضي ولن تخدعه في المستقبل. هذه هي رسالة اليوم في هذه الوقفة من تقوع البطلة الصامدة بحماية وبإسناد كل أهلنا في محافظة بيت لحم المخيمات والمدن والقرى والأرياف. تقوع اليوم تتعرض إلى يعني حملة كما تحدث الإخوة من قبلي ممنهجة، لأنهم يريدوا أن يكسروا يعني صمود أهلنا في هذه البلدة، وخاصة أن تقوع اليوم جميعها معتقلة، هي اليوم مطوقة ومحاطة بالبوابات الصفراء وأيضا بالحواجز الدائمة. وأنا أريد أن أسأل كل قيادات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، لماذا يحتج أهل تقوع وشباب على الظلم الواقع عليهم ليلا ونهارا؟ هم لا يمتلكوا
ولا يسيطروا على هذه الشوارع، أصبحت شوارع للموت. أيضا هذه الأراضي لا يستطيع الوصول إليها في المناطق الشرقية وفي أكثر من منطقة. أيضا هناك مضايقات في الأبنية، هناك مضايقات أيضا في حركة العمال، هناك أيضا مضايقات في حركة الطلبة اليومية على الشوارع الالتفافية، واقتحامات للمدارس ولغرف الصفية من المستوطنين. ولذلك هناك بطش استيطاني من المستوطنين ومن الجيش مسنود من أجل إيصال رسالة لأهلنا في تقوع ولكل أبناء الشعب الفلسطيني. بالتالي هؤلاء الأطفال وأهلنا لن يخافوا، لن يتزعزعوا من هذه الإجراءات. على الاحتلال أن يتراجع، عليه أن يزيل كل هذه الضغوطات وهذه العقوبات الجماعية المفروضة، حتى يتمكن أهلنا وشبابنا أيضا من الشعور ولو بنوع من الاستقرار، حتى يمارسوا حياتهم الطبيعية. وحاول أن يضغط على القيادة والشعب الفلسطيني. قبل فترة هو اقتنص أموال الشعب الفلسطيني بحجة دفع الرواتب للأسرى والشهداء، وهذا في حد ذاته إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وعلى قيادته. ولهذا أهالي المعتقلين والأسرى هم لا يمكن كبقية الشعب الفلسطيني أن يقبل بهذه السياسة وهذا الإخضاع الإسرائيلي. اليوم نحن نواجه جميعا ما يسمى بصفقة القرن. هذا يوحد الشعب الفلسطيني ويضع أولوياتنا من أجل التخلص من هذا الاحتلال، في مواجهة فرضتها علينا الإدارة الأمريكية وكثير من الدول، حتى يخدعونا وحتى يتنازل الشعب الفلسطيني عن حقوقه، حقوق اللاجئين والقدس والدولة والعاصمة والصمود على هذه الأرض. عليهم إطلاق سراح كل أبنائنا والأطفال منهم والمرضى، وأيضا أن يتراجعوا عن كل هذه الضغوطات وأن يزيلوا هذه البوابات التي تحيط بهذه البلدة وتحيط بها المحافظة. وكذلك عليهم أن يفهموا جيدا بأن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يتراجع ولن يتنازل عن نيل حقوقه حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.